خبر عاجل وخبر خايب للناس اللي كدير باري خديتو او للناس اللي كتزوج او لاي مهاجر كيجي يمشي دوله هنا اسبانيا بدون اوراق كيعيش هنا وكيدبر على شي وحده عندها الجنسيه مغربيه او اي مهما كان النوع ديالها المهم كتكون عندها الجنسيه الاسبانيه. خصكم تعرفوا بان باري خديتو او لا الجواج او لا اي حاجه حنا كنا كنعرفوا هنا في اسبانيا كتزوج باي وحده عندها الجنسيه كتزوج تويها كتمشي كدير معها باريخه كيعطيوك الوراق ديال 5 سنين هنا في اسبانيا. دابا في البورادور غادي يولي يعني كاين مقترح بان يعني هاد الباريخه والزواج ومهما كان النوع ديالو اي حاجه متعلقه بالزواج وبالوراق ما بقاتش غديرها هنا في اسبانيا غتمشي لبلادك الاصلي ومن تما غادي تجيبك هذيك اللي غتزوج بك. شكون هذه اللي غدير معاك هادشي؟ يعني اسبانيا غادي وكتعقد في هاد الامور هذه. حبابي خوتي ديروا هاد لايك وبارطاجيو هاد الفيديو. اي واحد باغي يدير باريخه مع شي وحده ولا باغي يتزوج هذه هي الفرصه. يعني جوج ديال الحوايج اللي غيكونوا السمساره ما غيبقاوش الاخوان حيت غيبقاو شي السمساره يعني اللي غيدبر لك شي وحده باش دير الفلوس يعني معاها بالفلوس ولا شي حاجه. وحاجه اخرى الاخوان غيمشيو للمغرب حتى واحد ما يقدر يبغي يمشي للمغرب. يعني هاد الباريخه بزاف ديال الناس يديروا بها الوراق وبزاف ديال الناس كيستافدوا فيها. ولكن الاخوان ديالي البورادور من هنا 6 شهور ولا 5 شهور ولا في شهر 9 ولا في شهر 10 غادي يخرج هذا القانون بان اي واحد يتزوج بشي وحده خصو يمشي لبلادو الاصلي عاد غتجيبو دير له الوراق يعني تجيبوه هي. العكس كذلك المراه تمشي لبلادها باش يجيبها هو. احبكم في الله والسلام عليكم.